واحد شاي كشري. وانا لو مش من هنا يعني وادور على شغل تشور عليا بايه؟ اشتغلي اشتغلي ايه؟ في الخدمة يعني؟ اه حاجة كده. في حد قريب؟ لا انت هنا في المنتزه مفيش الكلام ده. انت لازم تطلعي بره المنتزه اصلا، تطلعي بقى هناك في مكتب الحاجة ام صباح. ام صباح مين دي يعني؟ خدماتية؟ اه. طب وسمعتها ايه دي؟ محترمة ومتدينة وتعرف ربنا وبتحب البنات المتدينة. طب ينفع اروح لها دلوقتي؟ لا ده النهارده الجمعة، انت تروحي لها بقى بكرة السبت من بدري. بكرة السبت؟ النهار اسود هبات فين انا؟ انت لازم تطلعي بره المنتزه وتدوري على مكان تتاوي فيه، لان المنتزه ما فيهاش بيات اصلا. طب وعنوانها ايه الست دي؟ اشرب الشاي وانا ادلك على عنوانها. شكرين. متزعمش قوي كده يا زميلي. لا ده تزعم براحتي. طمت عليا ولا ايه؟ اهو انت لما بتضرب كيميا بتبقى رخم. خلاص خلاص الزعم يا عم براحتك. انا هروح. اللي انت كويس شوقك يا ونش. اخرة الخيانة الدم. هربد عليهم الباب محدش بيرد عليا. في ايه؟ بطاقتك. وفي ايه؟ بطاقتك خلصي. ايه؟ بطاقتك خلصي. حاضر. اتفضل. انت كنت جايه ليه هنا يا غنو؟ انا كنت جايه اطمن على فتون صاحبتي. اه فتون. اخر مره شفتيها كان امتى؟ كان من حوالي اسبوع كده. واصل انا بتصل بيها كتير قوي على تليفونها بس تليفون مقفول وما ما بتفتحوش خالص. فقلقت بصراحه قلت اجي اطمن عليها. لا قرايب هنا ساكنه في حته تانية. لا بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عنها غير بيتهم ده. هو في حاجه؟ هم متخانقين مع حد؟ ما تساليش كتير، انا اللي اسال بس. خلاص. طيب حاضر انا بس بستفسر يعني. يلا خدي بطاقتك ما تقفيش هنا كتير. حاضر. كلمه واحده يلا. شكرا. بسرعه. هو في ايه يا مميز؟ والنبي يا اختي احنا على الحال ده كده بقالنا يومين من ساعه ما الونش اتقتل. هو الونش اتقتل؟ طب سلام بقى يا مميز. سلام يا حبيبتي. عايزة فلوس. مش معايا فلوس كتير. عايزة ايه؟ عايزة اروح زيارة علي. انت اتخبلتي في نفوخك؟ عايزة تسلمينا؟ ليه يا اخويا وانا كنت عملت ايه؟ من زمان اصل هي بلغت عني وعنك. يعني تفتكر لو رحت الزيارة هيقبضوا عليا؟ اه طبعا. هي الدنيا مالها سودت كده ليه؟ طب عايزة افتح الموبايل عشان اكلم علي. ما تفتحيهوش اليومين دول، اصبري شوية. طب انا موبايلي مقفول وموبايل البت عسلية عاملة له نمرة قافلاه عليه كده يتجنن. بقول لك ايه؟ انت تعرفي البيت اللي كانت شغالة فيه البت عسلية؟ اه يا اخويا اعرفه ورا الشيخ زايد. تفتكر البت راحت على هناك؟ يمكن. طب تحبي يا اخويا نروح لها؟
ايه يا بنت؟ ايه اللي اخرك التاخير ده كله؟ فضلت الف ساعة ونص في الشوارع يا فتون. ليه يا اختي؟ ساعة ونص بهرب في الشوارع من الحكومة. الحكومة كانت ماشية وراكي؟ ايوه. بولاق كلها ملغمة مغبرين. الولاية مميزو قالت لي انه بيدوروا عليك من بعد ما اتقتل الونش. يا مصيبتي السودا، الونش اتقتل؟ امتى؟ من يومين. وانت تعرف يا اخويا حاجة عن الموضوع ده؟ اعرف منين؟ احنا من ساعة ما سيبنا بولاق ما عتبناش انا وانت. احنا نهرب من مصيبة، تجي لنا مصيبة أكبر. نعم؟ مصيبة إيه يا فتون؟ مصيبة إيه اللي أنتوا هربانين وجايين منها هنا؟ على فكرة أمين الشرطة اللي وقفني خد بطاقتي وبص فيها كويس قوي، يعني أكيد حفظ العنوان. هيعرفوا منين إن إحنا عندك هنا؟ لأن أنتوا ضحكتوا عليا يا أستاذ راشد وضللتوني وديتوني بولاق على العماية، فاضطريت أقول له إن أنا صاحبة فتون وعسلية. يا لهوي، وتفتكروا ان هما هيجوا لحد هنا؟ بس بقى ما تسخنيش انت كمان على الفاضي، انا هنزل. ده انزل تروح فين وتسيبني لوحدي؟ برايا فتون، هنزل اعس على موضوع الونش ده. موبايلي مقفول وموبايلك مقفول، هنتكلم ازاي؟ هاجي اخر الليل، ما تنزليش. ودي بقى اخرتها مش كده؟ اخره اللي يقف جنبك ويعمل معاكوا جميله يتعص. كتر خيرك يا غنوه، وعموما عادتنا عندك مش هتطول. سلام. هو اللي قتل يا فتون مش كده؟ نفسي ما يطلعش هو. انت تطلعي على بحر ميدان المرسي ابو العباس، جنب منه بالظبط الصعيد بتاع الجيلاتي، فوق منه الدور الاول مكتب الحاجه ام صباح، ان شاء الله تساعدك. والله يا حبيبتي انا مش عارفه اقول لك ايه، بس انا ما اقدرش اشغلك من غير بطاقه. الشغل عندنا ليه اصول. معلش. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. انا يا حاجه لو تسمحي لي يعني اقوم اتوضى واصلي الظهر وبعدين امشي. تمشي؟ تمشي تروحي فين؟ اروح ادور على بيت عمتي ده اللي مش لاقيه بقالي يومين. استغفر الله العظيم يا رب. طب بقول لك ايه، قومي انت اتوضي وصلي وبعد كده نشوف هنعمل ايه. اعملي حسابك مش هتمشي من هنا. يعني هتشغليني؟ ان شاء الله هتفضلي في المكتب هنا معانا.